أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد نبا وكان الله بكل شيء عليما يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي
ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور والذي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله.